اول حاجه هنبدا بيها هي ورك الروم يقلب البرتقال. عشان نعمله هنحتاج التالي، عايزين ورك ديك رومي، وبصلتين متقطعين ارباع، جزرتين متقطعين شرايح، وتلات اعواد كرفس فرنساوي، راس توم صحيحه، وست اعواد زعتر طازه، وكوبين عصير برتقال، ونص كوبايه مستردة، معلقتين كبار صلصة، ومعلقة كبيرة عسل أبيض، أربع معالق كبيرة أسف عسل أبيض، مرقة وزيت زيتون، معلقتين كبار بابريكا، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة كبيرة زعتر جاف، نص معلقة كبيرة كبابة صيني، نص معلقة كبيرة قرفة باودر، رشة جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. دي المقادير بتاعتنا وهنبدا نشتغل. اول حاجه عندنا تتبيله عايزين نعملها. التتبيله دي هتكون عصير البرتقال، العسل، زيت الزيتون، الصلصة، المستردة، كل التوابل، الزعتر والكباب الصيني وجوزة الطيب والبابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل، القرفة، وكده تبقى كل مكوناتنا كاملة. عايزين الخشبة اللي بنحط عليها المعالق، نشيل الحاجات الفاضية كلها. فين؟ وبمضرب سلك نقلب كل مكونات التتبيلة، طبعا ناقصها ملح وفلفل اسود. ولاحظوا ان احنا بنعمل تتبيلة لديك رومي كامل، لورك قصدي ديك رومي كامل، فبنحط ملح طبعا وبنحط فلفل اسود. يلا بينا نقلب. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة. هنخلي التتبيلة على جنب، وهنجيب كل الخضار ده برضو على جنب، وهنجيب الورك بتاعنا. عايزين نعمل فيه شقوق او فتحات عشان انا عايزة التتبيلة تدخل جواه كويس جدا، وتدخل كمان براه، تبقى من بره ومن جوه ومن كل حاجه. وطبعا شويه العسل والصلصه اللي في التتبيله مع كل الحاجات اللي احنا حاطينها هتدي لون جميل جدا للرومي. بس عايزين نيجي كده ونعمل فيه شقوق. متخافوش، شقوا براحتكم. واحنا بنشقق كده في الديك الرومي وبنفتح فيه هنكلم صابرين. يا صابرين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا فطار؟ ازيك يا مدام صابرين، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. الله يسلمك يا حبيبتي، اشكرك. ربنا يخليك يا حبيبتي، ألف سلامة عليك. الله يسلمك يا حبيبة قلبي، كلك ذوق، وأشكرك جدا على سؤالك، شكرا جزيلا.
ربنا يخليكي، وكل سنة وبانوراما فود وبانوراما كل بانوراما بخير يا رب. يا رب بإذن الله، وكل الدنيا بخير وكل مصر بخير. وبشكرك جدا على سؤالك يا حبيبتي. تأمريني بأي سؤال؟ لا أنا بطمن على حضرتك. ميرسي يا حبيبتي. وببعث تهنئة للأمة الإسلامية والمسيحية، لأن هم كل سنة هم طيبين، كل المصريين طيبين. بشكرك يا حبيبتي، ويا رب كل المصريين بخير السنة دي وكل سنة. وبشكرك جدا على سؤالك. بس كده انا فتحت الديك الرومي زي ما انا عايزه. بصوا بقيت عامله شقوق في كل حته تقريبا، فانا كده ضامنه ان التتبيله هتدخل جواه زي ما هتكون بره. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الجزر ده هوزعه، اعواد الزعتر، اعواد الزعتر نوزعها، الكرفس كمان، برضو نوزعه. احنا كده كأننا بنخلق يعني ايه اساس من النكهة للرومي ده. عندي البصل مقطع ارباع برضو هوزعه كده داير ما يدور، راس توم بقشرها مش عايزه اقشره هوزعه كده، وهاجي اخد الرومي بتاعي هعمل ايه؟ خلوني ابدا بتحت الاول اتبل. حالا اتبل هنا كده واقلب، وكمان اتبل هنا. طبعا التتبيله هتتخلل من تحت الرومي كويس جدا، وهتخل يعني هياخد لون براحته خالص وهياخد طعمها براحته خالص. طبعا يفضل ان انا اسيب الرومي ليله في التتبيله بالمنظر ده. طبعا احنا في البرنامج ما بيبقاش عندنا رفاهيه الوقت، وبنبقى عايزين نوريكم النتيجه النهائيه. فانا هاخد الرومي بتاعي زي ما هو كده هدخله الفرن. طيب عندي مرقه هحطها من دلوقتي؟ لا، هستنى عليها شويه. انا عايزه الرومي بس يتشوي الاول، ولما ابدا اقلق ان هو ممكن ينشف هبدا اصب له مرقه. فانا مش هحط المرقه من دلوقتي، انا هاخد الصينيه دي زي ما هي كده، هفتح الفرن اللي انا مسخناه كويس جدا على درجه حراره 200، وهدخل الرومي حراره من فوق وتحت، ومشغله كمان مروحه درجه حراره 200 زي الفل كده. نديك الرومي بتاعنا مازال في الفرن. عايزه اوريكم اللي بيحصل. اللي بيحصل ان هو قاعد بيتشرب من لون وطعم وكل حاجه في التتبيله. المرقه بتفضل جنبي احتياطي، لو لقيت ان الدنيا هنا نشفت والديك الورك بدا ممكن كده ينشف مني، ساعتها بزود مرقه. لكن سو فار او لحد دلوقتي انا مش محتاجه المرقه في حاجه، فاحنا تمام كده وزي الفل.